سباقات الهجن العربية الأصيلة. نحييكم من ميدان الوثبة في انطلاقات سن الكبار وأسبوعنا الثاني مع هذه الانطلاقات ومع أشواط سن أيضا الثنايا من هجن أبناء القبائل. ننطلق في هذا اليوم 28 من شهر سبتمبر لعام 2024 للميلاد بانطلاقة 16 شوطا توزعت ما بين البكار والجعدان المحليات والمهجنات الأصايل، حيث ننطلق بكم عبر الهواء مباشرة عبر هذا النقل الحي والمباشر من قناة ياسر الرياضية. مرحبين بكل الحاضرين في عاصمة الميادين، نرحب بكل المتابعين عبر قناة ياسر الرياضية، فمرحبا بالجميع مباشرة مع أول انطلاقات وأول تحديات هذا الصباح الجميل. أول اندفاعات الثنايا الأبكار المحليات الأصايل والخمس كيلومترات هي أيضا المسافة المقررة. متعب في المركز الأول حمد بن سعيد بالحطم العامري، من يتقدم في المركز الأول، من يقدم لنا هذه الانطلاقة وهذا التحدي المثير على صدارة هذا الشوط وعلى اندفاعه المميز. بينما المركز الثاني الوصول على ثاني المراكز والدخول، هناك الواصلة في هذه اللحظات مشاهدين الأعزاء شواهين راشد بن علي بن مايد بن حميد الخاطري يقدم لنا شواهين، ولكن الدخول الآخر هناك القادمة في هذه اللحظات والواصلة هناك لمنصور بن سيب بن علي بن دري المنصوري، وصل في هذه اللحظات يقدم لنا الشايقة في هذه الانطلاقة وفي هذا التحدي المثير. غيرت خانة المركز الثاني في هذه اللحظات. بينما المركز الرابع وصلت شواهين راشد بن علي بن مايد بن حميد الخاطري، هذه شواهين اللي خذت المركز الرابع. بينما هناك ايضا المسك وصولها الجميل لعامر بن محمد بن عبيد ابو عقر المزروعي، وصل في هذه اللحظات وتقدم. وهنا ايضا الحسنة حمد بن عبد الكريم السعيد وصل شعار ابو خالد ليتقدم من خلال هذه المنافسة القوية والعملاقة، خذت المركز الخامس. القدوم الاخر ايضا من الوثبة محفوظ بخميس بن علي لي نبي، وصل شعار بو ناصر يتقدم في هذه اللحظات. بينما الغزيل احمد بن شاهين بخلفان المزروعي يتقدم شعار الصقار لياتي في المركز السابع. المركز الثامن هناك ايضا ياتي شعار بطيب غانم بن علي بن إداء المنصوري، وصل في هذه اللحظات متقدما. ولكن هنا ايضا ياتي ناصر بن مفرح بن التويم الاحبابي يتقدم من خلال هذه المنافسة على المركز التاسع. وصل شعار بن رشيد يتقدم في هذه اللحظات من خلال تواجد مبشر خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي. هذه نتيجتنا الأولى، عودة إلى مقدمة الشوط، عودة إلى الصدارة الأولى، عودة إلى المركز الأول ومقدمة هذا الشوط. هذه هي متعبة. حمد بن سعيد بالحطم العامري يتقدم في المركز الأول، يتقدم في الصدارة الأولى، يقدم لنا هذا الاسم. بينما المركز الثاني وصل منصور بن سيب بن علي بن دري المنصوري المقدم لنا هذه الانطلاقة مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام في اندفاعاتها وتحدياتها المميزة. يا سلام يا بن دري، يا سلام يا بن دري، يصل في هذه اللحظات يقدم لنا ايضا انطلاقة مميزة. وصل شعار السعيد، وصل شعار السعيد حمد بن عبد الكريم السعيد يقدم لنا الحسنة، يقدم لنا الحسنة القادمة بانطلاقاتها. ولكن الوثبة شعار بو ناصر، شعار بو ناصر وصل من خلال تواجد الوثبة محفوظ بخميس بن علي لينيبي، يصل في المركز الرابع. المركز الخامس، المركز الخامس عامر بن محمد بن عبيد المزروعي مع المسك خذت المركز الخامس في هذه اللحظات. هذه الخمس المراكز الأولى، الخمس المراكز المتقدمة في هذا الشوط. بينما شعار بن رشيد خذ المركز السادس، يتقدم هناك أيضا خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي، يصل في هذه اللحظات عين على مقدمة هذا الشوط. الوصول والدخول من شعار أيضا بطيبة غانم
بن علي بن إيداه المنصوري، وصل في هذه اللحظات وتقدم بشعاره الكبير وأداء المميز. مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام، مع أيضا مثايل يصل في هذه اللحظات والوصول الآخر. هناك أيضا من عزوة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، أول نداء للمهيري يصل في هذه اللحظات ويتقدم من خلال هذه المنافسة. وهناك أيضا غازية لناصر بن مفرح بن تويم الأحبابي يصل، والوصول الآخر من هجمة خليفة بن محمد بن لويع الخيالي. هذه النتيجة، هذه نتيجتنا الثانية وندانا الثاني، ونعود لا تغيير على المركز الأول، لا تغيير مع بالحطم. أيضا يتقدم حمد بن سعيد بالحطم العامري، يقدم لنا متعبة. متعبة هي في الصدارة، متعبة هي في المركز الأول، متعبة في مقدمة هذا الشوط. وصلت الحسنة. أيضا يتقدم حمد بن عبد الكريم السعيد، يصل السعيد يصل. تحركت الوهبة لمحفوظ بخميس بن علي إلي نبي، وصل بو ناصر. وعذاب القلب من شيء نشوفه يا بو ناصر، الله، بدأت تغير، بدأت تسير إلى مسار المركز الأول. الوثبة 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 على الصدارة، على المركز الأول. محفوظ بخميس بن علي إلي نبي يتقدم. أيضا فايل أيضا الطويل يصل في هذه اللحظات ويقدم لنا هذا الاسم، بينما الحسنة في المركز الثاني. حمد بن عبد الكريم السعيد يصل، شعار بو خالد يصل، أبنائي أيضا دولة الكويت يتقدمون. وصل أيضا هناك عاشق السلالة الشاهينية يصل، خليفة بن سلطان بن رشيد وصل في هذه اللحظات. أهالي جميرة، أهالي جميرة يقدمون مبشرة في هذه اللحظات، خذت المركز الثاني. الله الله ينبشره، الله ينبشره. ولكن الوثبة، الوثبة وعلى أرضية ميدان الوثبة يتقدم محفوظ بخميس بن علي لينيبي، يقدم لنا الوثبة على المركز الأول، على الصدارة الأولى، على الأداء المتميز. المركز الأول، الوثبة في الصدارة، الوثبة في المركز الأول بالأداء الأول. وصلت مبشرة، خليفة بن سلطان بن رشيد يقدم لنا مبشرة. أيضا على المركز الثاني هناك الحسنة، حمد بن عبد الكريم السعيد، ومتعبة لحمد بن سعيد بالحطم العامري على المركز الرابع. ولكن العودة إلى الخمسمائة متر الأخيرة، الأمتار الأخيرة، بدأت مبشرة تغير إلى المركز الأول، إلى المركز الأول، إلى الصدارة الأولى، إلى أبناء جميرة، إلى هالي جميرة وشواطيها. خليفة بن سلطان بن رشيد يتقدم في المركز الأول. أحمد بن محمد بن رامس اليحافي، اليحافي يقدم هذه الانطلاقة، هذا الأداء الجميل. تهانينا الخليفة بن سلطان بن رشيد، تهانينا لأبو مانع على فوز مبشرة بالمركز الأول، أول يا شواط الثنايا. تهانينا والناموس ولحظات الوصول إلى خط النهاية، تهانينا والناموس. مشكور يا حميد، يا بن محمد، يا بن رامس اليحافي. المركز الثاني، أيضا هناك غزوة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. الوثبة المركز الثالث محفوظ بخميس لينيبي، رابعا متعبة حمد بن سعيد بالحطم، وخامسا الحسنة حمد بن عبد الكريم السعيد. هذه نتيجتنا مشاهدين الأعزاء ومتابعين الكرام. نعود بالتوقيت الزمني، هنا لحظات الإعادة، وفي الإعادة إفادة، وبلمسات الزميل عبد الكريم شلبي من خلال هذه الانطلاقة، ومن خلال أيضا هذه الاندفاع. إذن مشاهدين الأعزاء، مبشر من تبشر بالرشيد بأول يا شواطي هذه الانطلاقات. 7:48 من الثانية، تهانينا الخليفة بن سلطان بن رشيد السويدي، تهانينا الحميد بن محمد بن رامس اليحافي. المركز الثاني، كان الوصول جميلا من خلال غزوة. 7:51 أجزاين من الثانية، محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. المركز الثالث، الوصول والانطلاق من خلال التميز هناك في المركز الثالث، دخول الوثبة ب7:53 جزءا واحدا من الثانية. تهانينا المحفوظ بخميس بن علي لينيبي. المركز الرابع، كان أيضا هناك حمد بن سعيد بالحطم العامري مع متعبة ب7:53 4 أجزاين من الثانية. الحسنة في المركز الخامس، حمد بن عبد الكريم السعيد، حيث قطعت المسافة في 7 دقائق. وأيضا هنا لحظات الوصول، وننتظر التوقيت الزمني. 7:57 6 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى